حركة البناء الوطني تدعو، سواء كانت موجودة في هذه الحكومة أو غير موجودة فيها، تدعو جميع الخيرين في هذا الوطن لأن يتعاونوا سلطة ومعارضة بعيدا عن أي متاجرة في الأزمات، بعيدا عن أي خلافات سياسية، من أجل أن نقف مع هذه الحكومة في إخراج الجزائر من غرفة الإنعاش إلى حالة أكثر أمنا، شريطة أن تكون حكومة نوفمبرية، حكومة تنطلق وتنبعث من عمق هذا الشعب، حكومة لا تتنكر لتضحيات الجزائريين في 22 فبراير وتستجيب لتطلعاتهم. ونتطلع لحوار شامل غير إقصائي لا مشروط لكل الجزائريين والجزائريات عن طريق ممثلين حقيقيين وليس تزويريين، لنخرج بخلاصات، هذه الخلاصات تكون هي قارب النجاة للمخاطر التي تحوم بالأمة الجزائرية.